معكم همام اياسو، المدير التنفيذي الابداعي لتيستي هون ببريطانيا. اليوم حاخذكم على استديوهات تيستي واعرفكم عن شو عم نعمل بتيستي، بس اول حنروح على بارو ماركت نتسوق مع بعض المكونات اللي حنعملها اليوم ونشوف سوا شو ممكن نعمل. يلا معي. أنا بحب أجي على الماركت لأنه بحس في بساطة بالمكونات، في روح حلوة بتذكرني بأسواقنا العربية. جبنا كل المكونات وهلا حنروح على استديوهات تيستي لنعمل الأكل مع بعض. تيستي هي أكبر ناشر لمحتوى الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وهي الشركة اللي بلشت هاي الثورة في هذا المجال. أنا من وليد سوريا، انولد بدمشق، بس ما عشت كتير بسوريا. يعني أنا وطفل صغير أهلي انتقلوا على السعودية ورحت معهم وربيت بالسعودية وتعلمت هنيك، درست هنيك وربيت بين الرياض والخبر وأكثر من مدينة بالسعودية. على طول كان في عندي حب للطبخ وعندي هذا الجانب مني اللي هو شغف إني أتعلم عن الطبخ. يعني هاي المكونات لقيناها اليوم بالسوق الماركت وكان فرش. هلا موسم الفراولة وموسم الهليون كمان الاسبرغوس، فقررت أعمل سلطة. لسه للأسف بالعالم العربي إنه إذا بتقولي لهم شو بدك تعمل وتقولي لهم طباخ حيقول لك إنه لا ما بينفع، لازم تطلع مهندس، دكتور، محامي. بس تتخيل هذا الشيء عم بيتغير بالشكل بالعالم العربي. هلا كوني عربي أنا بحاول أحط أو أبرز الثقافة العربية أكثر هون. الثقافة العربية لوحدها مو هي كل شيء ببريطانيا، بس عم بحاول خلي هذا الشيء واضح كمان إنه نحن موجودين ببريطانيا وموجودين ببلد مثل بريطانيا من خلال قناة مثل تيستي. Listen to the crunch. This is another of my favorites in Ramadan. برمضان حاولنا نعرف الناس كيف الناس هون لسه بتصوم، لسه بتحتفل برمضان، ولسه في وصفات. أنا قدمت كذا وصفة مثلاً برمضان لفرجي ولعلم الناس إنه الثقافة العربية لسه موجودة بهاي البلد. ماما هي اللي بلشت زرعت حب الأكل فيني، وبتذكر يعني إنه ما بتذكر التفاصيل، بس بعرف إنه أنا أول كيك عملته كان عمري 4 سنين، كنت واقف مع الماما وعملنا الكيك مع بعض. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.